الباثوفيسيولوجي. أول حاجة as you all know البون is formed of two types, the compact bone and the cancellous bone. And there are three types of bone cells, الأوستيوبلاست والأوستيوكلاست والأوستيوسايتس. حلو الكلام ده؟ لغاية هنا عادي. Fine. تعالوا نخش in a bit of more details. هو إيه الـ two types of, bone ده؟ قلنا أول تايب اللي هو الـ compact bone وده بيشكل 80% من البون. أوكي؟ إيه هو الـ compact bone؟ الاسم التاني ليه the cortical bone. إذن الـ compact bone is the cortex of the bone. بنلاقيها فين دي؟ بنلاقيها في الشافتس الطويلة of long bones زي المنظر ده في الفيمر as well as on the surfaces of flat bones. على السيرفيس اوف ايه هي الفلات بون؟ زي ايه؟ زي الاليك بون، زي الريبس. اوكي؟ سو ذيس از كولد ذا كومباكت بون. وزي ما قلنا بيشكل 80% من السكيلتون. حلو الكلام؟ طيب هو ايه الفرق بين الكومباكت والكانسيلس بون؟ الفرق الحقيقه في البون لاميلي، يعني لما ناخد كات سكشن كده ونبص نلاقي ان الديستريبيوشن اوف بون لاميلي في الكومباكت غير الكانسيلس. يعني ايه؟ يعني البون لاميلي اللي هو المنظر ده في الكومباكت بون ده كات سكشن اهو. It is laid down concentrically around the central haversian systems. فاكرين haversian system؟ اللي هي لما بنقطع كده نلاقي في الكومباكت بون نلاقي البون لاميلي عباره عن دواير دواير دواير. اوكي؟ زي ما بنقطع جذع الشجره مش بنلاقيه عامل كده كده كده؟ نفس المنظر ده بنلاقيه في الكومباكت بون. في النص بيبقى فيه the haversian canal اللي هي البلاد فيسل and the bone lamellae are laid concentrically around the bones around the haversian system. الhaversian system دي اللي فيها البلاد فيسلز واللمفاتكس. اوكي؟ يمكن بتسمعها على حاجه اسمها فولتمنز canal، حاجه غير الفولتمن بقى اللي هي الحاجه الكبيره قوي خالص اللي هي دي الفسل اللي داخل البون علشان يدي الهافيرشن كانالز. خلاص انا ناتشال كده. خلاص خلينا بس لغايه هنا نعرف ان الكومباكت بون اف وي تيك ا كات سكشن هنلاقي ان البون لاميلي از ليد كونسنتريكلي اراوند ذا هافيرشن سيستم. حلو الكلام؟ فاين. لما نيجي بقى لما تبقى من ال 100% of the bone اللي هو 20% cancellous، الاسم الثاني trabecular، وده present في ال ends of long bones. فاكرين واحنا صغيرين لما كنا نمسك عظمه الفرخه رجل الفرخه ونقطمها كده، نقطمها عند راسها مش في راسها كده بنلاقي دم او كده. This is the السايد ده is the cancellous bone اللي هي في ال ends of long bone راس الفيمر مثلا and the inner parts of the flat bones تحت الكومباكت. اوكي؟ طيب ايه الفرق برضو ما ناخد cut section نلاقي بصوا بقى البون لاميلي arranged ازاي؟ parallel to one another اهو. They are lying parallel to one another within which جوه بقى lie the hemophytic or fatty marrow. خلاص يبقى واحده كارل، يعني القصه الطويله العريضه اللي انا عماله الوك فيها دي هي ولا حاجه غير ان البون لاميلي في الكومباكت بون اللي هو 80% من البون بيبقى كونسنتريكلي اراوند ذا هافيرشن سيستم وايل ان ذا كانسيلس اللي هو 20% بالبون لاي بارلل تو ايتش اذر. طيب يبقى ده اول حاجه التو تايبس اوف بون. تعالوا نبص بقى للبون سيلز. احنا قلنا there are three types of bone cells. اول واحده فيها هي the osteoblasts. بتيجي منين الاوستيوبلاست دي؟ It descends from the bone marrow derived pluripotent stromal stem cells. ايه الكلمه الكبيره قوي دي؟ جوه البون مارو في stem cells. يعني ايه كلمه pluripotent؟ يعني عندها طاقه لانها تتخلق في اكتر من حاجه. بلوري مالتيبل. اوكي؟ فمن الستم سيلز دول جزء منهم يطلع ويديني الاوستيوبلاست. كلنا عارفين ان الاوستيوبلاست دي باي ديفينيشن از ا بون فورمينج سيل، صح الكلام؟ طيب شايفين منظر الاوستيوبلاست اهي اللي هي الكبيره الزرقاء دي. الفانكشن بتاعتها ايه؟ احنا قلنا بون فورميشن، سو اتس ذا فورميشن اند مينراليزيشن اوف بوني ماتريكس. مش احنا عارفين ان بيبقى الاول اوستيويد تيشو وبعدين الاوستيوبلاست تدخل فيه كالسيوم
عشان تعمله mineralization ويتحول this osteoid into osseous tissue. صح الكلام؟ طيب يبقى اول حاجه formation and mineralization of the bony matrix ده اللي احنا كلنا عارفينه. هل لها function تاني؟ اه الحقيقه لها two other important functions. اول واحده فيهم to synthesize the growth factors which are secreted into the bone matrix. ايه بقى الجروث فاكتورز دول؟ استنوني لحظه وهنعرف يعني اهميتهم. يبقى بتديني growth factors كمان synthesize the growth factors وتعملهم secretion في البوني matrix. نمرة ثلاثة plays an important role in the differentiation and activity of osteoclasts. يا سبحان الله بقى الاوستيوبلاست بتلعب دور في ال differentiation of osteoclasts. والاوستيوكلاست كلنا عارفين كده ان هي bone eating cell. اوكي فشفتوا يعني دول معلومتين جداد يمكن ما نعرفهمش. احنا عارفين ان الاوستيوبلاس البون فورمينج وفورمينج يعني سينثيسيس اند مينراليزيشن. حاجتين كمان انهم بيسكريت حاجه اسمها جراف فاكتورز وهنعرف ايه جراف فاكتورز دول ايه الدور اللي بيلعبوه بعد ثواني. تالت حاجه انها بتساعد على الديفرنشيشن واكتيفيتي اوف ذا اوستيوبلاس. يبقى دي الاوستيوبلاس. اوكي اين تقع الاوستيوبلاس من البون لاميلي اللي احنا كنا بنتكلم عليها؟ اللوكيشن بتاعهم السايت بتاعهم فين؟ وان اكتفلي انفولد ان بون فورميشن لما بيكونوا اكتف لما بيكونوا شغالين تفتكروا هيبقوا فين؟ هيبقوا جنب اسمه ايه؟ الاوستيويد تيشو مش كده؟ عشان تحول الاوستيويد تيشو دي انتو ديفينيتيف بون يعني انتو ماتشور بون. يبقى لما بتبقى اكتف actively involved in bone formation they appear as plump cuboidal cells in close juxtaposition. Juxta يعني close on newly formed osteoid tissue. يبقى لما نبص على الرسمة دي الأحمر ده هو الأوستيويد تيشو. يبقى where are the actively osteoblasts at home؟ شايفين فين؟ عبارة عن cuboid cells جنب على طول الاوستيويد تيشو عشان يروحوا منزلين فيه كالسيوم يعملوا له مينراليزيشن وذس اوستيويد تيشو يتحول الى اوسيوس تيشو الى بون. خلاص يبقى ده وان اكتفلي انفولد لما يكونوا بيشتغلوا. طيب الفيت بتاعهم دول لما كانوا اكتف الفيت بتاعهم سم بيكم بارد وذين ذا مينراليزد بون ويتحولوا الى اوستيوسايتس. يبقى هنا في ثيوري بتقول ان الاوستيوسايتس اصلهم اوستيوبلاست لما بيخلصوا شغل وما لهمش شغل تاني بعد بعد ما يخلصوا البون فورميشن او المينراليزيشن اوف ذا اوستيويد تيشو بيبقوا بارد وذين ذس بون فورم ويتحولوا الى اوستيوسايتس. اهو شايفين هو المنظر ده مش ده اللي لونه ازرق ده اللي هو المينراليزد بون اللي هو البون اللي هو كان اوستيويد وتحول الى بون فيبقوا بارد هنا. Others become lining cells thin flattened cells which cover quiescent bone surface. اوكي اللي هو ده شايفين المنظر ده. يبقى نقول الحته دي تاني كده بسرعه. الاوستيوبلاست ار بون فورمينج سيلز دي شغلتها وقلنا لها كمان شغلتين مش هنتكلم عليهم بقى عرفناهم قبل كده. طب أين فين موقعهم من البون لاميلي؟ هم دايما وهم بيشتغلوا وان اكتف يعني ايه اكتف؟ يعني يعملوا مينراليزيشن للاوستيويد تيشو يبقوا لازم يبقوا جنب الاوستيويد تيشو. يبقى هم ادي الاوستيويد تيشو اهو وهم يبقوا لايننج الاوستيويد تيشو. طب بعد ما بيخلصوا شغلهم بيعملوا ايه؟ They become buried جوه الماتشور بون اللي هو المنظر ده. ده الفيت بتاعها. يا بارد جوه وفي نفس الوقت they line the well formed bone. خلاص يبقى بيبقوا lining لي وبارد جوه وجزء منهم اللي بارد جوه ده بنسميهم الاوستيوسايتس بيتحولوا الى اوستيوسايتس. يبقى دي الاوستيوبلاست. الاوستيوكلاست يبقى قلنا الاوستيوكلاست we all know that osteoclasts are bone eating cells فهم شكلهم زي ما احنا شايفين اللي هم الحمر they are large واللي جوه دول nuclei multi nucleated cells عندهم اكتر من nucleus with ruffled border. يعني ايه ruffled border؟ بص زي السنان كده شايفين السنان دي because they are bone eating cells عندهم سنان عندهم ruffled border surface بتاعهم is very rough. osteoclasts
This is the second type of cells. As we said, they are bone-eating cells. So they, هم الحمر دول, they are large, multi-nucleated with ruffled border. البوردرز بتاعتهم مشرشره زي السنان. طيب بيجوا منين؟ كانت الاوستوبلاست بتيجي منين؟ من البون مارو من البلوريبوتنت سيلز صح؟ طب الاوستوبلاست بيجوا منين؟ الاوستوبلاست بقى derived من الهيموفويتيك بريكيرسز اوف ذا مونوسايت ماكروفاج لاينج. ايه الكلام الكبير قوي ده؟ احنا عارفين ان بيبقى فيه لاينز كده في الهيموفويتيك سيستم, لاين تديني الماكروفاج, لاين تديني مثلا الوايت سيلز, لاين تديني وات ايفر. فاللاين اللي بتديني المونوسايت ماكروفاج في بعض الاحيان يحصل فيها بريك وتتحول الى اوستوكلاست, شويه تكمل از مونوسايت ماكروفاج وشويه تكمل از اوستوكلاست. خلاص يبقى اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم كده, اللاين بيروح مقطوم هنا وتديني اوستوكلاست بريكيرسر وبعدين اوستوكلاست. طيب هتبقى اللوكيشن بتاعها فين؟ فاكرين الاوستيوبلاست كان اللوكيشن لازم تبقى جنب الاوستيويد تيشو عشان تحوله لاوسيوس تيشو صح الكلام؟ فتفتكروا دي مكانها هيبقى فين؟ لازم تبقى جنب المينرالايز بون عشان تبتدي تاكل فيه صح الكلام؟ يبقى اللوكيشن اتاتش تو ذا مينرالايز بون. الفانكشن اتس ا بون ايتنج سيل, بتاكله ازاي؟ بصوا بقى بتاكلوا بالمنظر ده. انا دايما اشبه الاوستيوبلاست, عارفين الونش اللي بيبقى في الشارع لما بيبقى فيه بيلدنج بيتبني وبيبقى فيه الونش ده اللي بيجي يحط السمنت الاسمنت, فبيبقى عنده بتاع طويله كده عشان يضخ الاسمنت. قبل ما بيعمل كده بيأنثر اتسلف في الارض, بيبقى عنده فرامل قويه كده تمسك في الارض الاول قبل ما يعمل العمله دي. الاوستيوكلاست بتعمل نفس الحكايه, it anchors itself in the bone, اوكي, تمسك جامد كده وبعدين تطلع هيدروجين ايونز يعملوا ديسوليوشن للبون, البون سيرفيس يعملوا له يذوبوه, يعملوا له ديسوليوشن, وبعد كده تروح مطلعه لايسوزوم انزيمز تدوبه خالص. خلاص يبقى تعالوا نقول الكلام ده باللغه الانجليزيه. Osteoclasts become attached to the mineralized bone by integrin adhesion molecules. اهي الانتجرينز اهي هي اللي بتعمل لي انكرنج, الفرامل اللي الونش بيثبت روحه فيها في الارض اسمها integrin adhesion molecules. اوكي then hydrogen ions generated by carbonic anhydrase 2, ده carbonic anhydrase ده انزيم جواها, are pumped across the ruffle border by the proton pump to dissolve the bone mineral. Then lysosome enzymes are then released to degrade the bone matrix. فهمنا؟ يبقى في حاجتين جواها هما اللي بيطلعوا, الهيدروجين ايونز بالهيدروجين pump والحاجه الثانيه اللايسوزوم انزيم. الهيدروجين ايون تدوب السيرفيس عشان تسمح لللايسوزوم انزيمز انها تخش وتدوب البون تاني. اتفقنا كده؟ طيب معلش انا عارفه ان الكلام جامد شويه. يبقى ادي الانتجرينز اللي بتثبتها, then the hydrogen proton pump اللي بيعمل dissolution للبون سيرفيس, then the lysozyme enzyme اللي بتدوب البون ماتريكس. نيجي لثالث نوع من البوني سيلز اللي هم الاوستيوسايتس. They are small flattened cells within the bone matrix which are connected to one another and to the lining cells on the bone surface by a canalicular network that contains the bone extracellular fluid. Okay? اللوكيشن بتاعهم فين؟ في الكورتيكال بون هيبقى لهم لوكيشن وفي الكانسيلس بون هيبقى لهم. فاكرين؟ تفتكروا في الكورتيكال بون هيبقوا فين؟ اهم فاكرين؟ فاكرين الرسمه دي؟ في الكورتيكال بون هيبقوا arranged concentrically او circumferentially around the concentric bone lamellae. هم السود اللي احنا شايفينهم كده دول, دول الاوستيوسايتس. اوكي؟ امال في الكانسيلس بون هيبقوا فين؟ فاكرين؟ هيبقوا arranged parallel to the axis of the collagen fibers. اتفقنا؟ هم دول برضو الاوستيوسايتس.
يبقى عرفنا هما السايت بتاعهم او اللوكيشن فين. طب شغل الاوستيوسايتس ايه؟ احنا عارفين الاوستيوبلاس بون فورمينج ولها تو اذر فانكشنز والاوستيوكلاس بون ايتنج، وعرفنا ازاي بتعمل البون ايتنج. طب امال الاوستيوسايتس شغلتها ايه في الحقيقه؟ الفانكشن ات بلايز ان امبورتنت رول ان ذا اوستيوجينيك ريسبونس تو ميكانيكال ستيمولاي. الكلام ده يعني ايه؟ يعني ايه الاوستيوجينيك ريسبونس تو ميكانيكال ستيمولاي؟ احنا كيف نتحرك؟ ازاي بنتحرك؟ بيبقى في اوردرز من البرين للمسلز اوكي تو كونتراكت على البون، فالبون يبتدي يشتغل، صح الكلام؟ سو ذيز ار ذا اوستيوجينيك ريسبونس، البون يبتدي يتحرك تو ميكانيكال ستيمولاي تو ذا كونتراكشن اوف ذا مسلز. يبقى الفانكشن اوف اوستيوسايز ات بلايز ان امبورتنت رول في الميكانيزم ده. بتعمل ايه؟ بتعمل sensing physical strains and initiating an appropriate modeling or remodeling response via the production of mechanical messengers. ده كلام عويس قوي خالص. لا هو مش عويس ولا حاجه. هي الاوستيوسايت اللي بتخلي البون sense، يحس بthis physical activity contraction of the muscles عليه، فبالتالي يحصل production of chemical messengers، يحصل release لchemical compounds that act as messengers. These are the chemical compounds glucose 6 phosphate، دي examples منها مش كلها، nitric acid oxide prostaglandins and insulin like growth factor. اوكي يبقى تاني الاوستيوسايت وظيفتها تخلي البون يشعر بان هناك فيزيكال اكتيفيتي لازم يقوم بيها عن طريق المسلز اللي بتكونتراكت حواليه. فالاوستيوسايت بتطلع كيميكال ماسنجر عشان البون يشعر ان هناك فيزيكال اكتيفيتي، في كونتراكشن عن مسل بتشد عليه يقوم يتحرك ويعمل كده ويعمل كده. في كلمه فاتتنا initiating an appropriate modeling or remodeling. الكلمة دي يعني ايه؟ دايما في مؤتمرات الاوستيوبوروسس تلاقوا حاطين ستابرز، عارفين ستابرز؟ الناس منكم اللي بتروح الجيم الستابر اللي بتطلع عليها وتعمل خطوة لفوق وخطوة لتحت to initiate bone modeling and remodeling. ليه الناس بيجي لهم اوستيوبوروسس الناس الكبار؟ لعدة فاكتورز من ضمنها ان مفيش اكسرسايز. طب هو الاكسرسايز بيعمل ايه؟ بيعمل الحته دي، الاوستيوسايت بتطلع الماسنجرز بتقول للبون قوم اشتغل، اشتغل يعمل ايه؟ حتت منه تتهد ونفس الحتت دي ترجع تتبني تاني. اوكي؟ So our skeleton is all the time is very dynamic is all the time under modeling and remodeling. حتت منه بتتهد وترجع تتبني تاني، فيحصل له modeling and remodeling. انا مفهومه ولا لسه الحته دي سامعه؟ in a way or other yes. الدكتوره بتسال يعني هي بتقول الاوستيوبلاست تشتغل in a way or other، بتسن مسج كيميكال مسج عشان ده مش بس الاوستيوبلاست والاوستيوبلاست كمان. هنعرف مودلنج وريمودلنج حالا دلوقتي. اوكي يبقى globally speaking الاوستيوبلاس are responsible for bone building، the osteoclasts are responsible for bone destruction or and the osteocyte is responsible for both for the modeling and remodeling through chemical messengers. طيب طيب تعالوا بقى يعني ايه bone modeling وremodeling. The bone modeling, it is the process by which old bone is removed and subsequently replaced by new bone. كلام سهل. It occurs in both cortical and cancellous. وعرفت يعني ايه cortical يعني ايه cancellous. It occurs at discrete sites on the bone surface known as bone remodeling units. يبقى هي بتحصل في مواقع معينة اسمها bone remodeling units. ايه bone remodeling units؟ دي عبارة عن موقع مش بنشوفه بالعين المجردة microscopically might be there. الموقع ده بتيجي عليه الاوستيوكلاست تعمل الشغلة بتاعتها، تعمل حفرة، تيجي عليه الاوستيوبلاست تملى الحفرة بالنيو بون، فبالتالي
البون اللي بيفقد بيساوي البون اللي يبقى بيلت اب. And this is what we call a balance. ده قد ده. اما امتى يحصل اوستيوبوروزس؟ لما ده ما يبقاش قد ده فالحفرة ما تتمليش فيبقى عندي اوستيوبور يعني خرم بوروزس. اوكي موضوع قرب شوية. طب تعالوا نبص بقى بالرسم كده. شايفين بقى this is the bone remodeling unit. الاوستيوكلاس جت على حتة عملت لها خرم، جت الاوستيوبلاس ملتها والنتيجة اهي الخرم اتملى وبقى المنظر ده. اوكي تعالوا نشوفها على كبير. البون remodeling consists of bone of removal of a quantum of mineralized bone by osteoclast اللي هو ده اللي هي دي تيجي تعمل لي cavity then synthesis and mineralization of osteoid tissue by osteoblast within the created cavity. فبعد ما كان في حفرة الحفرة اتملت بالosteoblast اهي بالmineralized bone. اوكي طيب لو انا عايز اسأل سؤال بقى دي مين؟ تمام ودي مين؟ اوستيوبلاست. ودي مين؟ برافو عليكي اوستيوسايت. طب واللي لونه فاتح ده مين؟ مين؟ ده الاوستيويد تيشو اللي هيبقى مينرالايزد. اوكي طيب برافو عليكم. يبقى نورمالي under normal circumstances resorption is followed by formation وده اللي بنسميه coupling. And normally the amount يعني في كابل عندي اثنين واحد بيهد واحد بيبني. And normally the amount of bone resorbed يساوي ال amount of bone formed within an individual remodeling unit وده اللي بنسميه البالانس. The newly formed bone اللي هو في ال end stage of remodeling process is known as a bone structural unit. مش كده؟ الموقع ده بنسميه bone structural unit. The time taken for completion of a bone structural unit in the adult skeleton is 3 to 6 months, mostly occupied by formation phase. لأن دائما الهد أسهل ما يمكن في أي شيء إنك تهد حاجة سهل بس إنك تبني حاجة هو ده الصعب. فال 3 to 6 months دي بتاخدها mostly في البون formation. And that's why we say that our skeleton is newly formed كل 6 شهور تقريبا. لان مش عندي بون ما عنديش بون ستراكشر اليونت واحده ده السكلتن مليان ملايين من البون ستراكشر. اوكي بصوا المنظر ده بتاع البون ريموديلنج اللي بيحصل. This is the process of activation. The process of activation is ازاي؟ This is the mineralized bone. اوكي وده الاندوستيال ممبرين اهو اللي هو الاحمر وعليه اللايننج سيلز. اوكي ده في الكوايسنس ايج ما عنديش لا بون فورميشن ولا بون ديستراكشن. طيب نيجي بقى اول ما يبتدي الاكتيفيشن بيحصل ايه؟ يحصل ريتراكشن اوف ذا لايننج سيلز. اللايننج سيلز دول يحصل لهم ريتراكشن ليه؟ بتفضي المسرح عشان الاوستيوكلاست تيجي وتبتدي الشغل بتاعها. فيحصل ريتراكشن اوف ذا لايننج سيلز. الريتراكشن ده بيحصل لوحده كده؟ لا بيبقى عندي ميكانيكال ستيمولاي اند بايوكيميكال ستيمولاي. الميكانيكال اللي هي الاكتيفيتي والبايوكيميكال اللي هي الماسنجرز اللي بتطلع. اتفقنا؟ فيحصل ريتراكشن اوف ذا لايننج سيلز وبعدين بعد كده يحصل دايجستشن اوف ذا اندوستيل اللي هو المحمر ده. الاندوستيل بيحصل له دايجستشن بايه؟ بالميتالوبروتينيزز. المسرح مفتوح دلوقتي للاوستيوكلاست تيجي تشتغل شغلتها. يبقى this is the process of activation. البون بقى in a state of activation بعد ما كان quiescent ready for الموديلنج والريموديلنج. ادي وصلنا هنا الاكتيفيشن اهي الاوستيوكلاست تيجي تعمل الشغلانه بتاعتها وبعدين تيجي وراها الاوستيوبلاست اهو ده الاوستيويد تيشو اهو والاوستيوبلاست هتبتدي تعمل mineralization to this osteoid tissue وبقت الحته دي اسمها بون remodeling unit. اوكي الحفره فاهم الحفره اللي اتملت بالبون. ايه اللي بيعمل كنترول للبون remodeling؟
اني عندي ميكانيكال ستيمولاي وعندي سيستميك هرمونز، اوكي، دول بيدولي لوكال سايتوكينز اند جروث فاكتورز. فاكرين جروث فاكتورز؟ اوكي. And these are responsible for bone activation and remodeling, bone reformation, bone destruction and new bone formation. يبقى تاني الـ systemic hormones والميكانيكال stimuli بيبقوا responsible for local cytokines في البون وgrowth factors في البون, responsible for bone resorption and new bone formation. Lifetime changes in bone mass. الكيرف ده بيورينا حاجة مهمة قوي. زي ما انتوا شايفين, this is the bone mass and this is the age. وواضح ان وده الكيرف بتاع الفيميلز وده الكيرف بتاع الميلز. ربنا بيخلقنا ببون ماس, بكتلة من البون ماس. We had the same starting point, males and females, but during our lifetime في الادوليسنس and early young age, the male bone mass increases more than the female. ده under physiological conditions. ان bone mass بتوع الميل بيبقى اكتر من البون ماس بتاع الفيميل. ده under physiological conditions. وبعدين نيجي عند steady state يفضلوا يزيدوا لغاية ما نيجي عند تقريبا سن 25, لما يبقى عندي what we call the peak bone mass. اكبر كتلة من البون ماس اتكونت لكل واحد فينا, whether male ولا female. بعد كده بنوصل من ال 25 لتقريبا ال 45 او ال 40 ويبقى عندي steady state. يعني ايه steady state؟ يعني كمية البون اللي بتبقى destructed بتساوي بون form, ويبقى عندي البالانس. فاكرين البالانس؟ اوكي. then بعد سن ال 45 بيبتدي decline للبون ماس. البون ماس يبتدي يقل وبيقل بالمنظر ده عند الميلز. بصوا عند الفيميلز بيقل ازاي؟ ان ستاب هادر, بيبقى عندها مارك ديكريس ان بون ماس في المينوبوز, في الفيرست يير اوف ذا مينوبوز. then it starts to decline the same as the male. خلاص. يبقى الكيرف مهم قوي, ان احنا ستات ورجاله ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا بون ماس واحد. under physiological condition the bone mass of the male supersedes that of the female. لغاية ما يوصلوا الادوليسنت والارلي ادلتود اللي هي ال 25, يبقى الاثنين قد بعض. then they start to decline بعد سن ال 45 with a step ladder في الفيميلز, لكن الميلز in a steady manner. what determines the peak bone mass؟ هو فين البيك بون ماس ده؟ ايه اللي بيقول ان الرجاله والستات يبقى عندهم peak bone mass؟ اول حاجه genetic factors, اوكي. تاني حاجة nutritional states. genetic factors, احنا عارفين ان الناس السمر عندهم peak bone mass اكتر من الناس البيض. ده الجينيتك فاكتور هنا, ربنا خلقهم كده. ولذلك نلاقي ان كل الافارقة اللي هم احنا, كل الافارقة تلاقيهم يتميزوا جدا في الاولمبيك جيمز بقى, في الجري والنط والحاجات دي, because of the bone mass. Okay, partly because of that. Okay, so this is the genetic factors. There is another factor which is the nutritional status. وعشان كده بنقول ان الامهات لازم يشربوا ولادهم وهم صغيرين لبن كتير. Nutrition is very important because as we saw here, there is a building up process. لو ما غذيناش الطفل كويس وما خدش calcium products كويس, ال peak bone mass بتاعه مش هيوصل للبيك بتاعه, هيبقى اقل شويه. يبقى ده النيوتريشنال ستيتس. تاني حاجه فيزيكال اكتيفيتي, وعرفنا ان فيزيكال اكتيفيتي شيء مهم جدا. مش عرفنا القصه دي؟ اوكي. وبعدين ذا جونادل ستيتس, ذا هرمونال ستيتس, whether androgenic or estrogens are very important for the peak bone mass. يبقى حاجة خلقت ربنا, جيناتيك, physical activity, nutrition and hormonal status. Bone undergoes continuous process of resorption and formation in discrete bone remodeling units. فهمنا طبعا الحتة دي كويس, صح؟ Bone loss results from
ازاي بيحصل بون لوس؟ From an imbalance between the rates of resorption and formation. يبقى resorption لو اكتر من الفورميشن يبقى هيبقى عندي بون لوس. صح الكلام؟ Trabecular bone is more metabolically active and osteoporosis fracture tend to occur at sites composed of more than 50% of trabecular bone. The trabecular bone is more active. فالاوستيوبوروزس تحصل اكتر في السايتس اوف ترابيكولر بون. 50% اوف ترابيكولر اند 35% اوف كورتيكال بون ماس ار لوست اوفر ا لايف تايم في الفيميلز. اوكي؟ و 2/3 اوف ذيس اماونت از لوست ان ذا ميلز. فاذا السيدات اكثر عرضه للاوستيوبوروزس من الرجال. هذا لا يعني ان الرجال بيصابوا باوستيوبوروزس. بس السيدات اكثر عرضه للاوستيوبوروزس من الرجل. طيب في تو بيزك ميكانيزمز اوف بون لوس اللي هي ايه؟ انكريس تيرن اوفر يعني ايه؟ يبقى عندي انكريس نمبر اوف ذا ريموديلنج يونتس. اوكي؟ تاني حاجه ريموديلنج امبالانس اندر نورمال سيركمستانسز نمبر 1 لما توصل لنمبر 2 خلاص اللي اتحفر اتملى. ده نورمالي. But sometimes عندي turnover كبير، عندي remodeling units كتيرة وما تتمليش اللي هو imbalance. فيبقى عندي high turnover with remodeling imbalance. Decrease amount of bone formed than that result within an individual bone remodeling unit. Okay. This type of bone loss is irreversible within that remodeling unit once the remodeling cycle has been completed. احنا قلنا remodeling cycle بتاخد من 3 ل 6 شهور في البون remodeling units. لو السايكل دي ما كملتش في one of the remodeling units خلاص هتفضل كده. اوكي؟ بص بقى دي الفور ميكانيزمز اوف بون ماس ريجوليشن. انا بشبهها بالظبط بناس بيملوا في جردل بيحطوا فيه رمل وناس بيسحبوا منه. اللي بيملوا ده هم البون فورمينج، واللي بيسحبوا دول هم البون ديستراكتنج اور لوزينج. فايه الستيميوليشن اوف ديبوزيشن؟ فايه اللي بيزود الباكت؟ ايه اللي بيملاه؟ يا في ستيميوليشن اوف ديبوزيشن او انهيبيشن اوف ويثدرول. مش دي الحاجات اللي تزود والعكس صحيح. فايه اللي بيعمل stimulation of deposition؟ weight bearing activity, growth, fluorides and electricity. دول بيزودوا الميكانيزم of deposition لانهم بيعملوا activation للاوستيوبلاست. عكسهم بالظبط بينهبت الديبوزيشن. لا افندم؟ افندم؟ yes. يعني ايه الكتريسي بتعمل؟ اوكي، الناس اللي بيتعالجوا بالكهرباء زي الالكتريك شوكس، يس يس. على فكره انا يعني كنت مشرفه على رساله لدكتوره في معهد العلاج الطبيعي، كانت على الناس اللي بياخدوا الكتريك شوكس، ولقينا فعلا ان الناس دول بيبقى عندهم بون فورميشن اعلى. اوكي؟ سو الكتريسيتي من الحاجات، والفلورايدز من الحاجات اللي بتعمل كده. عكسهم بقى بالظبط lack of weight bearing activity. الجروث عكسه chronic malnutrition. لقينا بقى alcoholism, chronic diseases, normal aging and hypercorticosteroids من الحاجات اللي تinhibit الديبوزيشن. هنشوفهم بعد شويه مع بعض. اوكي؟ وعشان كده في الشيتس بتاعت لما بنيجي نقيس الاوستيوبوروزس في المحاضره الثانيه، في الشيت بتاع الكويستشنير اللي بنسالهم للناس بتوعنا، do you smoke? do you have any alcohol consumption? هل بتشرب سجاير؟ هل بتشرب كحوليات؟ الحاجات دي، ها، وسبحان الله الحاجات دي من المحرمات يعني في الدين الاسلامي. فالحاجات دي من اللي بتعمل انهبيشن للديبوزيشن. برضو من الحاجات اللي تعمل stimulation of deposition او inhibition of withdrawal، حاجات اللي تقلل ان احنا ناخد من هنا، increase activity وعرفنا ليه، calcium intake, estrogen and testosterone، مش قلنا الهرمون
الهرمونز من الحاجات السكس هرمونز من الحاجات المهمه فور بيك بون ماس اوكي اند كالسيوم اند فيتامين دي. عكسهم خلاص ديكريس اكتيفيتي ديكريس كالسيوم انتيك ديكريس استروجين اند تستوستيرون هايبر ثايرويدزم هايبر كورتيكوليزم مايلوما لينفوما اند نورمال ايج. كل الحاجات دي بتعملي نت ديكريس ان بون ماس وكل الحاجات دي بتعملي نت انكريس ان بون ماس. اوكي يبقى الفاكتورز ديتيرمينينج البون ماس قلنا في حاجات جيناتيك زي الناس الافارقه وفي حاجات انفايرمنتال. الانفايرمنتال زي الفيزيكال اكتيفيتي الدايت كالسيوم فيتامين دي وفيتامين دي اهميته انه ات هيلبس انتستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم. وعشان كده دايما الناس بتوع الاوستيوبروز بنقول لهم ناخدوا كالسيوم نقول لهم خدوا كالسيوم فيتامين دي and they are served in one capsule calcium vitamin D together. Okay, smoking and certain diseases and certain treatment زي التريتمنت بالكورتيكوستيرويدز مثلا من الحاجات اللي بتعمل لي اوستيوبروز and certain disease زي multiple myeloma مثلا. طيب يبقى what are the risk factors for osteoporosis؟ ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي الى osteoporosis؟ genetic في races and sex can be a determining factor. معروف ان الناس البيض اللي في الشمال Scandinavians اكثر عرضة للـ osteoporosis. women at a higher risk than men قلنا كده لماذا؟ لان البيك بون ماس بتاعها خلقة this is number one اقل من الرجل. number two المينوبوز is هبدة كبيرة للبون ماس اندكس بتاعها. طيب في other genetics yes thin and slender women have a lower bone mass and are therefore more susceptible. يبقى ربنا عادل السيدات التخان ما يزعلوش لانهم اقل عرضة للأوستيوبوروزيس من السيدات النحيفات. ليه يا ترى ليه؟ برافو عليكي. الاستروجين اللي في السبكتينيوس فات this is an extra يعني السبكتينيوس فات اللي موجود فيه الفات بيتحول من هناك الى استروجين so this is an extra source of estrogen to these ladies. okay and family history of osteoporosis من الحاجات اللي بنسألها في الشيت بتاع الاوستيوبوروزيس برضو بيسأل السيدة هل والدتك او اختك او بنت خالتك عندها osteoporosis؟ if so she is at risk more at risk of osteoporosis. يبقى these are the genetic factors. في medical disorders احنا قلنا في بعض الامراض زي الهايبربارا والهايبرثايرويدزم انوركسيا روماتويد and chronic liver disease من الحاجات اللي بتؤدي او risk factors of osteoporosis. medications like prolonged use of oral corticosteroids, nutrition and lifestyle, calcium and vitamin deficiency, vitamin D يعني, physical inactivity, excessive alcohol and smoke. دي كلها risks for osteoporosis من الحاجات اللي تناصر حدوث الاوستيوبوروسيس. And how do we classify osteoporosis? Osteoporosis might be primary or secondary. ايه هو primary؟ اللي هي تايب 1 اللي هي البوست منوبوزال اوستيوبوروزيس اللي في السيدات، تايب 2 اللي هي السينيليتي في الاثنين، وتايب 3 اللي هي الايديوباثيك زي اللي بنلاقيها في الاطفال، في اطفال عندهم اوستيوبوروزيس. اوكي؟ طب امال السكندري اوستيوبوروزيس، السكندري ايه؟ لكل الريسك فاكتورز اللي قلناها، سكندري للثايروتوكسيكوزيس، للهايبوجودانيزم، للهايبربارا، للكوشنج، للمال ابزوربشن للليفر ديزيز للروماتويد ارثرايتس والانكيلوزيس للمالتيبل مايلوما للدراج زي الكورتيزون والهيبرين. اوكي سو ذيز ار ذا سيكندري اوستيوبوروزيس. بريفالنس اوف سيكندري اوستيوبوروزيس ان مان اند وومن زي ما انتم شايفين السيكندري اوستيوبوروزيس او خلينا نتكلم في البرايمري اوستيوبوروزيس. شايفين برايمري اوستيوبوروزيس يعني الاوستيوبوروزيس ما تحصل في الستات 70% منها بيبقى primary osteoporosis اللي هي postmenopausal وال 30% التانية بتبقى secondary. secondary للالكوهوليزم للنيوبليزيا للهايبرثايرويدزم و 10% من secondary steroids. اوكي لكن الاوستيوبوروزيس في الرجال
46% برايمري والباقي كله سيكندري. شايفين الستيرويدز في المان قد ايه؟ 13%. يبقى اذا الستيرويدز بيلعبوا دور كبير قوي في السيكندري اوستيوبوروزز whether in males or in females. اوكي؟ وشايفين البريفيلنس اوف اوستيوبوروز سيكندري اوستيوبوروزز في الومن؟ في حاجات بتؤدي الى هاي اوستيوكلاستيك اكتيفيتي زي small body frame, early menopause, family history of osteoporosis, cigarette وكافيين والكهول و inadequate exercise. وفي حاجات بتعمل لي bone resorption and fracture زي surgical menopause, certain diseases and malabsorption, certain drugs زي corticosteroids والheparin. Okay. وزي ما قلنا ان في الرجال الستيرويدز بيعملوا 13% of the secondary osteoporosis وفي الومن 10% الستيرويدز بتؤدي الى secondary osteoporosis. يا ترى الستيرويدز بيعمل osteoporosis ازاي؟ دي حتة مهمة قوي عن طريق 2 mechanism. 1 mechanism بيزود البون resorption through 2 mechanisms برضه. بيشتغل على البول هنشوف ازاي دلوقتي وبيشتغل على الثايرويد فيزود لي البون resorption او يقلل لي البون فورميشن عن طريق تو اذر ميكانيزمز على السوبرارينال وعلى البيتويتري جونادال اكسس. والرسمه دي بتلخص القصه. اكشن اوف كورتيكوستيرويدز اون كالسيوم ميتابوليزم. الكورتيكوستيرويدز يزود لي البون ريزوربشن عن طريق انه بيشتغل وانس على الثايرويد فيقلل لي الكالسيتونين او ويشتغل على البول فيقلل لي الكالسيوم ابزوربشن فيعمل لي سكندري هايبربار. اوكي؟ فالتو ميكانيزمز دول يؤدي له الى انكريز بون ريزوربشن. في الناحيه الثانيه بيشتغل يقلل لي البون فورميشن عن طريق شغله على الادرينال اندروجينز فيقلل لي السكس ستيرويد برودكشن وعن طريق البيتويتري جونادال اكسس برضه يقلل لي سكس ستيرويد برودكشن فبالتالي يقلل لي البون فورميشن. فاذا الكورتيكوستيرويدز بيعمل لي اوستيوبوروزيس ثرو انكريز بون ريزوربشن اند ديكريز بون فورميشن. اوكي؟ كلمة management زي ما احنا عارفين اللي هي how to diagnose and treat osteoporosis. طبعا انا مش هنتكلم على treatment لان ده مش شغلنا انما هنقول نبذة كده. فلتس ستارت الاول how to evaluate osteoporosis. الاول the definition of osteoporosis اتحددت سنة 94 بال WHO وقالت ان osteoporosis is a progressive systemic skeletal disease characterized by low bone mass, وعرفنا عن ايه bone mass, and microarchitectural deterioration of bone tissue with a consequent increase in bone fragility. يبقى الاوستيوبوروزس هي low bone mass and in the same time في architectural distortion بتأدي الى microfractures جواها اللي هي bone fragility. يعني العيان كتير قوي جيلنا بفراكتشرز في حتت معينه without being subjected to trauma. اوكي؟ So what is osteoporosis? It's a disorder, دي مزيد من الديفينيشن يعني. Disorder resulting from combination of low bone mass, مش الكلام ده قلناه في الديفينيشن قبل كده. And low trauma fracture. يعني ايه low trauma fracture؟ يعني ممكن تزق العيان كده يتكسر. أو ما تزقوش يجي مثلا يقعد يتهبد على الكرسي مرة واحدة يروح جاله فراكشر سباين فراكشر فيرتبري. اوكي؟ The typical sites of osteoporotic fractures are the vertebral body, the distal forearm, and the proximal femur. شايفين الحتة دي كلها فيها tensile bone because زي ما قلنا it is the more active وبيحصل فيها الاوستيوبوروتيك fractures أكتر. وعشان كده التلات حتت دول هما اللي وي ميجر فيهم الاوستيوبوروزيس يوزنج ذا دكسا اللي هو الماشين اللي بيقيس الاوستيوبوروزيس. طيب احنا عارفين that the function of bone is the mechanical support, protection and mineral store. هو الستور او المخزن الكالسيوم and it protects our body. يعني مثلا vertebral column protects the spinal cord.
real skull protects the brain. فIt's a protection and mechanical support. هو اللي بيخلينا هو اللي بيخلي جسمنا عضلاتنا تقف. Okay? And دي عادة لما سبق إن there are two types of bone, the compact and the cancellous 28. Okay? بعيد تاني الجدول ده مهم قوي إن إحنا we have the same starting point both male and female and with age the peak bone mass is reached by the age of 25 تقريبا وبعدين يوصل لstage of consolidation لا بيقل ولا بيزيد then starts age related bone loss which is steady in the males and step ladder in the female in the age of menopause lower and the سن 45 وبعدها البيك بون ماس هو لما بيحصل موديلنج البون ماس انكريسز اوكي اللي هو من زيرو لغايه ان يوصل ل 25 سنه ذن ده شرح للجراف اللي فات وبعدين بنوصل للستيج اوف كونسوليديشن اللي هو عند سن ال 25 لغايه تقريبا 40 او 45 يعني ايه كونسوليديشن يعني اللي هي الستيج اوف ريموديلنج اللي البون فورميشن بيساوي البون ريزوربشن فنفضل في كونسوليديشن از از لا بنقل ولا بنكتر then we come at the age related bone mass اللي هو اللي بيحصل فيها الريزوربشن اكتر من الفورميشن فبالتالي بيبقى عندي net loss of bone تاني اللي هو جدو الجراف ده هنا بيحصل لي bone mass increase then bone mass consolidation الformation بيساوي resorption then age related bone loss اللي هو resorption means أكتر من الformation صح الكلام؟ فيبقى عندي net loss of bone what are the facts I'm sorry concerning the bone density ايه الفاكتس اللي بتحدد لي البون density أولا ان البون density is lower in women than in men دي fact مش كده؟ لأن البون ماس عند السيدات أقل من الرجال فبالتالي البون دنسي أقل There is decline in bone density is rapid after menopause then it slows This is another fact And by the age of 65 25% of the peak bone mass has been lost This is another fact ربع السكيلتون بتاع السيدات عند سن 65 شكرا Okay? By the age of 75, 94% of white women have low bone mass and 38% have osteoporosis. وبنقول white هنا لأن احنا قلنا إن ال white races أكثر عرضة لل osteoporosis من ال black races. طب ايه diagnostic evaluation of osteoporosis؟ أولا establish the presence of low trauma fractures. ودي بنعرفها بالسباينال راديوجرافي لما بنعمل سباين اكس رايز شايفين البون هنا يا جماعه this is the dorsal spine مظبوط can we all see the height of the vertebrae بصوا دي جالها ايه حصل لها ايه there is wedging of this vertebra ده اول ناس بتشوف الاوستيوبوروسس بيبقوا by near coincidence الراديولوجيست خصوصا لما بنعمل chest x-ray We usually do a chest x-ray in the PA and lateral views. واللاترال فيو بنشوف فيها الدورسال سباين بالمرة. صح الكلام؟ So whenever we see this diminution in height, دي مش دي بس، تبصوا لتحتيها ودي أقل منهم لكن موجود فيها ودي أيضا. So once we see diminution in height of any of the vertebrae, we have to report. And if there is a diminution of height, the possibility of osteopenia or osteoporosis is there, and you ask for DEXA. DXA, اللي هي dual X-ray absorptiometry. اللي هي أحسن method for measuring osteoporosis. هنعرفها مع بعض بعد شوية. Okay? So, لما نعمل spinal radiography, عايزة تسألي حاجة حبيبتي؟ DXA. Dual X-ray absorptiometry. جول يعني بنعمل 2 اكس راي برودكشن او الجهاز بيطلع 2 اكس راي برودكشن واحده للسوفت تيشو وواحده للبون عشان كده بنسميها جول ابزوربشيومتري بينج ابزورب باي ذا سوفت تيشو اند ذا بون طيب
Again, the second method is to exclude secondary osteoporosis. احنا مش عارفين ان في حاجات بتؤدي الى secondary osteoporosis. So this is a method of to evaluate osteoporosis. نعرف نسأل العيان هل عندها primary hyperpara او نشوف السيريم كالسيوم بتاعها، هل عندها thyrotoxicosis او نشوف TSH، او عندها disease زي multiple myeloma, osteomalacia, malabsorption syndrome, hypogonadism. This is how to evaluate osteoporosis. يبقى الأول بالإكس-راي، second by إحنا مش we are not measuring osteoporosis. We are just evaluating. اللي هي الكويستشنير اللي ممكن نحطها في الشيت اللي بنملاه لما العيان بيجي to measure his osteoporosis. وبعدين نشوف to evaluate the bone turnover. وده عن طريق biochemical markers and bone histomorphology. نشوف البون هيستوغرام بتاعه. And eventually evaluate the degree of osteopenia, diagnosis of osteoporosis, and the risk of fracture. ونعمل في الآخر bone densitometry. البون densitometry اللي هي الدكسا، اللي هي الجول اكس راي ابسوربشيومتري. الترم الكبير بتاعها بنسميها bone densitometry. يعني to measure the density of the bone. ايه بقى البايوكيميكال ماركرز اللي ذكرناها دي والبون مينرال دنسي؟ دول اهم تو ثينجز تو ايفالويت اور تو ميجر اوستيوبوروس، يا عن طريق المعمل يا عن طريق الدكاتره الاشعه. عن طريق المعمل بالبايوكيميكال ماركرز، عن طريق الاشعه بالبي ام دي او البون مينرال دنسي ميجرمنتس. طيب احنا بتوع الاشعه، فنتكلم على حالنا البون مينرال دنسي. الميجرمنتس بتبقى either بالالتراساوند or بالراديولوجي. الراديولوجي اللي هو الدكسا الجول اكس راي ابسوربشيومتري، وزمان كان في حاجه اسمها بدل جول في سنجل اكس راي ابسوربشيومتري، وبدل الاكس راي كان في فوتون سنجل فوتون ابسوربشيومتري، وبدل السنجل كان في جول فوتون ابسوربشيومتري، وفي كوانتيتيف كومبيوتد توموجرافي. دي كلها the radiological means of measuring osteoporosis. اوكي؟ حاليا بنشتغل على ثلاثة، اللي هو الجول اكس راي ابسوربشيومتري والكوانتيتيف كومبيوتد توموجرافي والكوانتيتيف التراساوند. دول الثري المعترف بيهم دلوقتي for measuring osteoporosis. اوكي؟ باي فار الجول اكس راي ابسوربشيومتري هي الميثود اوف تشويس. لماذا؟ اولا لانها عندها سايتس اوف ميجرمنتس كتير قوي، اللامبر سباين، البروكسيمال فيمر، التوتال بودي، الفور ارم، الكالكانيوس، الفالنجيز، بتقدر تقيس في ده كله. This is number one. الادفانتجز بتاعتها بين الدايجنوستيك ميثود اوف تشويس، عندها هاي اكيورسي وبريسيجن وريزولوشن، measured all areas زي ما احنا شايفين، عندها short scanning time and low radiation dose. فكل الاسباب دي خلتها تبقى the diagnostic test of choice. اوكي؟ عندها a disadvantage اللي هي انها بتmeasure the spine and the AP، فبتبقى influence بشويه degeneration the sclerosis زي الاوستيوفايتس وكده، ممكن to add to the measurements فتديني شويه false measurements في اللمبر سبين. اوكي؟ اما الكوانتيتيف سي تي لسه في ناس بيستخدموا الكوانتيتيف سي تي. It allows assessment of the trabecular bone alone. بنعملها عادة في اللمبر سباين، rarely في الفور ار. It is expensive of course being a CT and less precise in spine than the DEX. البرسيجن اللي هي ايه؟ يعني تقدر تديني قد ايه، تقدر تديني نفس القراءة كل مرة. يعني لو انا نمت دلوقتي وعملت دكسا او عملت سي تي كوانتيتيف سي تي على اللمبر سباين، وبعدين قمت ونمت في نفس اللحظه تاني واعمل ميجرمنتس تاني، عمري ما باخد نفس القراءه. دايما بيبقى فيه اختلاف طفيف في القراءه، فالبرسيجن قد ايه الاختلاف الطفيف ده موجود. كل ما بقى الاختلاف ده طفيف قوي، كل ما بقت مور بريسايز. لما اقول لك خليكي بريسايز في الاجابه بتاعتك، خليكي تو ذا بوينت، محددة. فقد ايه الجهاز ده بيقدر يديني precise measurement، كل ما كان اكثر البريسيجن بتاعته عالية، كل ما بقى اكثر
دقة. Okay, so it is the quantitative CT is less precise than the depth. Okay, أما عن الألتراساوند فبتعملي measurement في الكالكينيس وفي الباتيلا وفي التيبيا, and the effectiveness in predicting fracture risk is controversial. ما بتقدرش تعملي prediction إن ممكن يحصل fracture في الحتة دي. هي الدكسة ممكن؟ آه الدكسة. الكوانتيتيف سيتي ما يقدرش. And that is why نرجع ونقول إن الدكسة is the best. آه مش أنا قلت؟ مش أنا قلت؟ ماشي. يبقى تاني, the DEXA can measure at multiple sites. It is very precise. It can predict the risk of fracture. It can diagnose osteoporosis. ولها ميزة كمان انها بالفولو اب اقدر اعرف العيان اتحسن ولا لا, فبالتالي يقدر يقول لي الجهاز اذا التريتمنت ده سوتبل فور ذا بيشنت ولا لازم اغيره. اوكي, سو نقدر نقول بقى ان بون مينرال density measurements are widely used to diagnose osteoporosis and to assess the risk of non-traumatic fracture, and the state-of-art technique to measure bone mineral density is the DEXA, dual x-ray absorption. لما بنيجي نعمل measurements of osteoporosis على الDEXA, WHO او World Health Organization has classified the readings as follow. الريدنج اللي بتجيلي على الدكسة اللي هي البون مينرال دنسيتي, قالت لي ان في حاجة اسمها standard deviation of bone mineral density, ده اللي بيقراه الجهاز, بنسميه the T score, وهنعرف بعد شوية يعني ايه T, او let us say the T score is the mean taken as the bone mineral density of a normal young adult woman. هي ده ال T score, ده اللي هو الـ standard deviation of bone mineral density. الجهاز بتاع الدكسة ده جهاز X-ray بيبقى fed into its computer كل الـ mineral bone density measurements بتاعت اليونج, عنده graphs كتيرة قوي جواه, وانا لما بقيس الـ bone mineral density بتاعت العيان الجهاز بالكمبيوتر بيقارن اللي انا قسته للعيان باللي عنده جوه النورمال ويطلع لي التي سكور بتاعت العيان. انا مفهومه؟ تاني, العيان لما بينام على الجهاز بقيس في ثلاث اماكن هنشوف مع بعض, وبيطلع لي التي سكور في الثلاث اماكن دي, ده التي سكور بتاع العيان. هل بتاع العيان؟ بتاع العيان بعد ما قارنه بالنورمال, فيطلع لي هو بقى اقل من النورمال ولا اكتر من النورمال ولا زي النورمال. اوكي, سو يا جماعة حرام عليكم, مش معقول يا دكتورة, احنا مش حطيناها سهل. انت ماما يا راجل بقى عاملاه صامت, فهو اتكلم, ده بيتحداكي بقى, بيتحدى الملل ده. قولي حبيبتي. نو هنشوف دلوقتي. نو الدكتورة, نخلصنا كلام الدكتورة بتسأل هو بيقيس الثلاث أماكن ويجمعهم على بعض؟ نو, هنشوف حالا يا حبيبتي. قصة التليفون انتهت ولا لسه؟ شكرا. So the T score زي ما قلنا اللي هي البون مينرال دنسيتي ستاندرد ديفيشن, النورمال بتاعتنا من ماينس 1 فما فوق. اوكي؟ اما الاوستيوبينيا اللي هي مرحله ما قبل الاوستيوبروسيس بتبقى من ماينس 1 لتحت لغايه ما نوصل ماينس 2.5, والاوستيوبروسيس تبدا من ماينس 2.5 فاقل. اما اي اندرستود فيري ويل. سو التي سكور دي احنا وي دونت ميجر التي سكور, ده الجهاز اللي بيقيس. طب هو بيقيسها ازاي؟ بيقيسها the measured bone mineral density بتاعت العيانة اللي انا منيماه, بيسبتراك منه the young adult bone mineral density اللي متخزن جوه الجهاز, ويديفايد على ال young adult standard deviation, وبكده يطلع لي T score بتاع العيان. اوكي, انت مش مطلوب منك تعمل الميجرمنتس دي لانه الجهاز بيعملها, بس انا بقولك بيطلعها ازاي, ودي فايدة الحاجات المخزنة جوه الجهاز. اوكي, طيب النورمال افندم,
mineral density. Of course, ما هو قايس حاجات كتير قوي. لما تفتحي الجهاز هتلاقيه كاتب لك اسمك و white races و Hispanics, واخده بالك؟ But different races. خلاص؟ فاحنا بنختار الهيسبانكس اقربهم لينا, لان اسفا الاجهزه كلها يا يو اس اي يا يوروبي. اوكي, احنا وي ترايد ان احنا نعمل اور ستاندرد ديفيشنز. فالتي سكور قلنا لو اكتر من ماينس 1 يبقى ذيس از كونسيدرد نورم. من ماينس 1 لماينس 2.5 قلنا ده اسمها اوستيوبينيا, اند less than minus 2.5 يعني minus 2.6 minus 2 دي اسمها less than, ها عشان ما نتلخبطش, الرقم بيكبر بس عشان في minus فتبقى اقل. So we call that osteoporosis. When do we call it established? في term اسمه established osteoporosis لو بيقرا اقل من minus 2.5 وعنده history of one or more fracture, يعني العينه جايب عندها history of fracture وبتقرا minus 2.5 او اقل, يبقى بسمي دي this is a case of established osteoporosis. خلاص؟ طيب الجهاز بيقرأ حاجة اسمها Z score غير T score, يعني هو بيقرأ قراءتين T score و Z score. ايه ال Z score دي؟ برضو الميجر بون مينرال دنسي بتاعت العيان اللي نايم بينقص منه او بيسبتراكت منه the age matched mean bone mineral density. يعني ايه age matched؟ يعني العيان ده عنده 35 سنة بيسبتراكت منه اللي عنده 35 سنة نورمان البون مينرال دنسي بتاعه. اوكي, am I understood? We divide على population standard deviation برضو inside the gates. ليه قلت لكم الزات سكور؟ ما انا دايما بستخدم التي سكور. انا بستخدم بقى الزات سكور في العيانين بالظبط في الاطفال اللي اقل من 18 سنة بستخدم الزات سكور. لماذا؟ عشان الـ age matched mean bone mineral density. Okay? Because I use this, the age matched mean bone mineral density by subtracted من الـ BND of the patient. Okay? So I only use the زات سكور في الـ young patients أقل من 18 سنة. الـ importance, لماذا؟ Why do we measure the bone mineral density؟ لماذا؟ أول حاجة to diagnose the risk of osteoporosis, مش احنا بنعملها عشان نشوف العين عنده osteoporosis ولا لا. This number one. Number two, to estimate the risk of fracture, نشوف هل العين ده في احتمال انه يتكسر ولا لا. هو الجهاز بيقول لنا كده, هنشوف بيقول لنا ازاي. دي نمرة اتنين. النمرة تلاتة, لو احنا diagnosed ان this patient is osteoporotic واخد treatment, انا عايز اعرف هو بيتحسن ولا بيتأندل. Because لو بيتأندل يبقى this treatment ما هيش justified the patient and we have to shift to something else. خلاص؟ يبقى this is why we measure osteoporosis. ليه بنعمل we measure the bone mineral density. خلاص؟ مش بس to diagnose osteoporosis, to diagnose the risk of fracture and to see if the patient is responding to treatment or not. تعالوا نشوف بنقيس ازاي عشان الدكتورة اللي كانت بتسألني واحنا بنجمعهم مع بعض. بصوا يا جماعة, احنا قلنا بنقيس في ثلاث اماكن اللي هي بيحصل فيها الاوستيوبوروتيك فراكشر, the vertebrae, the upper femora and the lower aspect of the forearm. دول الثلاث اماكن اللي بيحصل فيهم الفراكشرز. خلاص, طبعا الفراكشر في الابر فيمر دي شهيرة قوي في الرجالة الكبار, مش عارفين كده. وتلاقوا الستات اللي بيجي لهم اوستيوبوروزيس كومنلي قوي اللمبر سباين, and that's why we measure it. بتيجي الست تقول لك, غير انها ممكن تيجي لك بسيفير بين وتبقى مش قادره تتحرك, وكتير قوي المالتيبل مايلوما الاوستيوبوروز بتتشخص على انها مالتيبل مايلوما مش سيفير باك بين. Sometimes the pain is very localized وبيبقى حصل فراكشر في الفرتبرا دي اللي عامله سيفير بين. في شكوى غريبه قوي, السيدات كتير قوي يجي يقول لك انه هي قصرت على هدومها. يعني ايه يا ست؟ يعني تقول لك انا كنت شاريه قميص نوم السنه اللي فاتت وكان يا دوبك عند كعبي مثلا, السنه دي لقيته على الارض بيجر, انا حاسه ان انا بقصر. This is true, هي فعلا بتقصر. طبعا هدومها ما تولدش عليها, الهدوم ما بتطولش ولا بتقصر يعني, انما الست هي اللي قصرت.
هي بيأثروا ازاي من ال witching of the vertebra. witching of the vertebra بتلاقي السيدات أسروا ويبتدي يبقى عندهم ال hunchback. the hunchback is again secondary to witching. كلمة witching بنقولها لما ال anterior height of the vertebra decreases. فthat's why بيحصل hunchback. الحتة دي مفهومة؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض how do we measure the osteoporosis أو how do we diagnose اللي هي measuring of the bone mineral density. السيدة بتنام على supine على التيبل وبيبقى فيه دراع كده هو اللي بيمشي عليها to measure the bone mineral density. الدراع ده طلع منه radiation x-ray يعني. فبصوا بنقيس ازاي في على disc spaces بناخد من اول L1 لغاية L4 اوكي وبتطلع لي اهو وفيد ذا ماشين بنقول للجهاز الست دي سنها قد ايه عشان يشوف عنده اللي ماتشنج معاه والويت بتاعها والهايت اوكي وبعدين شوفوا السيده دي بوست منوبوزال بقى لها 10 سنوات وده طولها وعرضها وهي كومبلينج از يوجوال اوف لو باك بين والجهاز اسلنا التوتال بون مينرال دنسيتي بص القراءه جرامز بير سنتيمتر سكوير مش احنا بنقول بون مينرال دنسيتي والدنسيتي دايما جرامز بير سنتيمتر سكوير and this is the تي سكور minus 3.2 يعني ايه بقى يبقى definitely she is osteoporotic لان احنا قلنا اقل من minus 2.5 وادي الجراف بتاعها حاطط ال age versus ال bone mineral density وشايفين القراءة اهي وهنا الخط ده بيقول لنا this is the normal وهي subnormal والجهاز ايضا بيقيس عند ال upper fibra شايفين المربع ده يا جماعة او الريكتانجل ده الجهاز هو اللي بيحط الخطوط دي كلها اوكي ويقيس لي again the bone mineral density عند ال upper fibra شوفوا بتقيس كام minus 2.3 يبقى she is osteopenic osteopenia مش not yet osteoporotic الله هي ممكن تقرا قرايه هنا وقرايه هنا yes طب واحنا نقول ايه هي osteopenic ولا osteoporotic لا احنا دائما بناخد القراءه الاقل and this is how we diagnose we يعني هنقول انها osteopenic at the dors at the upper femora but she's osteopenic at the lumbar spine and accordingly she's going to be on treatment لان ممكن عند الابر فيبر اللور اسبكت اوف ذا فور ارم تبقى كومبليتلي نورمال ومع ذلك شي هاز تو بي تريتد بدل في سايت اوستيوبوروتيك يبقى شي هاز تو بي ان تريتد اوكي فاكرين البون ريموديلنج يونتس اللي هي في كل وقلنا ان البون ريموديلنج يونتس دول لو ما كملوش في سايكل مش هيكملوا اذا هما يبدو انهم كملوا في lower forearm بس ما كملوش في lumbar spine and this is how she's osteoporotic there but not osteoporotic here انا بربط المحاضرة دي بالمحاضرة اللي فاتت فاهمين؟ fine فضل السؤال ده جميل الدكتورة بتقول القراءة دي بتفرق من جهاز لجهاز طبعا و that's why if the patient is being radiographed on جهاز رقم A she has to be followed up on the same machine بمعنى ايه same machine مش نفس نوع يعني لو ده جي اي تروح على واحد تاني جي لا تروح على جي اي نمرة A ما تروحش على جي اي نمرة B الديفرنس مش احنا كنا بنتكلم على البرسيجن وبقول لكم ان الجهاز very sensitive انتوا شايفين القراءات يا جماعة point 484 3 digits بعد الديسيمال اوكي فالقراءات بسيطه جدا فالاختلافات قليله جدا فلازم نبقى بنعمل الفولو اب على السيم ماشين اوكي والقراءه هنا في اللور فور ارم برضو ماينس 3.5 يعني شي از اوستيوبوراتيك سو شي از اوستيوبوراتيك ات تو سايتس اند اوستيوبينيك ات وان سايت بدل شي از اوستيوبوراتيك ذن شي از كون تو بي اون 3 يبقى ذيس از هاو وي يوز ذا بون مينرال دنسيتي تو ميجر او تو دايجنوز اوستيوبوروس احنا كده حددنا انها ذيس بيشنت از اوستيوبوراتيك صح الكلام؟ طيب تعال نشوف the other value of bone mineral density measurements اللي هي estimating the fracture risk
بصوا الجراف ده بيقول لنا ايه. الجراف ده حاطط البون مينرال دنسي التي سكور فيرسس الانسيدنس اوف فيرتيبرال فراكشر، ولاقيين ان كل ما كل 1 ستاندرد ديفيشن اقل كل ما الانسيدنس اوف فراكشر بيزيد. تاني لما انا اقيس البون مينرال دنسي انا عايز احدد العين ده هيجي له فراكشر سباين ولا لا، يبقى اقيس البون مينرال دنسي عند السباين اللي هي اللامبر سباين. اوكي لقيتها ماينس 2.5 يبقى هي از اوستيوبوروتيك على اول المحك، صح؟ كل 1 ستاندرد ديفيشن اقل كل ما في سسبتبيليتي لفراكشر اكتر. فاحنا قلنا ماينس 2.5 ذس دي اول بدايه الاوستيوبوروس، لو لقيتها ماينس 3.5 يبقى ده ديكريس 1 ستاندرد ديفيشن، يبقى البوسيبيليتي اوف اوستيوبوروس اوف فراكشر ويل تيك بليس. يبقى انا اول ما الاقيها 2.-2.5 يبقى the patient is osteoporotic at the lumbar spine. لقيتها minus 3.5 هقول ان the patient is osteoporotic with the risk of fracture at the lumbar spine. العيان المفروض يعمل follow up from 6 months to 12 months، من 6 ل 12 شهر. يوجوالي هي كل 12 شهر بنعمل 6 ليه؟ لان sometimes بعد 6 شهور تلاقي العيان responding للتريتمنت beautifully ورجع normal. فيبقى ساعتها most likely he is osteomyelitic and not osteoporotic. اوكي؟ بلاش نخش في الحته دي. انما احنا بنحب نشوفه بعد 6 شهور وبعدين بعد سنه الدفن تبقى دي. Of course. Of course. Of course, after management, after treatment, of course. Okay, يبقى فهمنا الحتة دي الـ risk of fracture. اتفضل يا حبيبي. الأول لازم نفرق بين الأوستيوميليشيا والأوستيوبوروسس. الأوستيوبوروسس المشكلة عامة في البون، الأوستيوميليشيا هي المينراليزيشن فقط. أوكي؟ الفرق بين الأوستيوبينيا والأوستيوبوروسس، الأوستيوبينيا بتمهد إلى الأوستيوبوروسس. لو الستاندرد ديفيشن از بتوين ماينس 1 اند ماينس 2.5 ذيس از اوستيوبين. اوكي طيب الزد سكور لا الزد سكور الجهاز بيقيس لنا كل مره بيقيس الاثنين. اوكي امتى اي ريبورت يوزنج ذا زد سكور؟ بس لو العيان اقل من 18. يس 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 اتفضلي يا حبيبتي. لا احنا مش بنقول، ولكن نقول ان في adequate response to the patient. هنعرف ازاي بنقول adequate response بعد شويه. الدكتوره بتسال عشان انا قلت العيانين اللي بيتحسنوا بسرعه قوي دول غالبا osteomyelitis and not osteoporosis. فالدكتورة بتسأل will I deviate my report وأقول no we don't say we only report is he responding or not to treatment وما لناش دعوة. اوكي because sometimes الحاجات بقى بتخش في بعضها. ما احنا يعني بصي هنا ال causes of our risk of osteoporosis في hyperpara و primary osteomalacia primary hyperpara وجزء من ده بيسبب الاوستيوماليشيا so they are interlinked. انما انا بقول لكم عموما ان دي بتبقى ساين انها اوستيومايلج. اتفضلي يا حبيبتي. برافو عليكي الدكتوره شغاله زهر في القصه. الدكتوره بتقول اندر 18 ايج الجهاز ما بيقدرش ياخد اكتر من سايت. هو ممكن يميجر بات وي دونت هاف جرافس except for the lumbar spine. فاقل من 18 سنه بنكتفي باللمبر سباين بس ما بناخدش الابر كاميرا واللور فور ارم. برافو عليك صح. وممكن نعمل total body. برافو. يبقى this is the second reason why do we measure the bone mineral density to estimate the risk of fracture. And there are several studies have shown a strong relationship between the bone mineral density and the risk of fracture of the spine, hip and forearm. وبيقولوا ان the relation D is strong or even stronger than between the cholesterol level and the heart attack and the blood pressure and the stroke risk. فاهمين قصدي ايه؟ يعني البون مينرال دنسي بتقول لنا ان في اوستيوبوروسس ولا لا. اتس ا فيري انترلينك ريليشن. الريليشن دي قويه جدا يعني بتعبر فعلا عن وجود الاوستيوبوروسس. زي بالظبط
لما الهاي كوليسترول بينبئ عن حدوث أزمة قلبية، وزي بالظبط ان الهايبرتنشن بينبئ عن ستروك في البرين. اوكي، فالميجرمنتس اوف بلاد البون مينرال دنسي بينبئ بكياسة شديدة عن الاوستيوبوروسيس. سو هنا ملخص ما سبق. To predict the fracture risk at a given skeletal site, it is generally agreed that the bone mineral density measurement at that site will provide the best estimate. يعني عايز أعرف في risk of fracture في الفيمر أقيس الـ upper femur، الـ bone mineral density عند الـ upper femur. عايز أشوف في السباين أقيسها في السباين. أوكي؟ وقلنا زي ما قلنا decrease of one standard deviation increases the risk of fracture by 2 to 3 folds. اوكي، يعني كل one standard deviation اقل بيقول لنا ان the possibility of risk of fracture risk is 2 to 3 times. اوكي، تعالوا نشوف الاكزامبل ده. دي ست عندها 65 سنه complaining of bony aches، عندها past history of pan hysterectomy من 17، مش على HRT يعني مش على hormonal replacement therapy ولا اي treatment. تعالوا نبص، شايفين القراءة التي سكور عند اللمبر سباين كام؟ ماينس 4.2، وعند الأبر فيمر ماينس 3.7، وعند اللور فور آر ماينس 2.8. يبقى الثلاثة دول بيقولوا إن الست دي إيه؟ ديفينتلي أوستيوبوراتيك. تمام، هل في فراكشر ريسك؟ فين بقى الفراكشر ريسك؟ برافو عليكم، في السباين وفي الفيمر. لماذا؟ لأنهم أقل بـ 1 standard deviation من الـ minus 2.5، صح؟ دي minus 4.2 ودي minus 3.7. آه، بينام العين برضو وهو السوبان، هو بيقيس في كل الجسم وبيديكي value. بيدي picture of the whole body. Of the whole body. Yes. Exactly. وبيديكي كمان قياسات للبادي ماس، لللين وللفات، ودي بيستخدموها الناس بتوع التخسيس برضو، يشوفوا قد ايه عنده فات وقد ايه عنده لين، يعني قد ايه عنده ماسلز. No, we don't use the whole body ابدا to evaluate bone mineral density. دي عادة بيستخدموها يا في الاطفال يا في الناس اللي بيخسوا، لكن ما it's not a reference for osteoporosis. اللمبر سباين، يس يس، لانه ما اتعمل لهمش جرافس في الحتة الاخرى. اتفضلي تاني الحته دي. احنا الدكتوره بتسال بيفرق المكان اللي احنا بنحطه. احنا لازم نتعلم، هو طبعا التكنيشنز اللي بيشتغلوا، but we have to understand where do we put our triangle. عندنا تريانجل اهو، ريكتانجل، ام سوري، ريكتانجل كبير وريكتانجل اخر صغير. فالريكتانجل الكبير ده لازم يبقى لازق في الجريتر تروكانتر ومش متخطيها، والريكتانجل الصغير يبقى انكلودنج اللسر تروكانتر اوف ذا فيمر. اوكي، يعني نبقى بس واخدين بالنا من كده، وان البوكس الكبيره دي تبقى انكلودنج ذا فيمورال هيد نيك اند ابر شافت. ريكوجنايزنج اند ريبورتنج فيرتيبرال فراكشرز. فاكرين قلت لكم انه ازاي بنحدد؟ من الحاجات اللي بنحددها من الاوستيوبوروزز يعني الراديوجرافس، لما بنعمل مثلا تشيست ونشوف الدورسال سبان ونشوف في ويدجنج اوف ذا فيرتيبرا. ازاي بنحدد وازاي هاو تو ريبورت؟ فاكوردنج للانترناشونال اوستيوبوروزز فاونديشن، اب تو 40% اوف ميدل ايج ومن ان يوروب ويل سفر وان اور مور اوستيوبوروتيك فراكشر during the remaining lifetime. دي بقى حاجات، دي facts. اوكي، ان اكتر من 40% من السيدات هيبقوا يصابوا ب one or more fractures during their lifetime. osteoporotic fractures يعني. And vertebral fractures occur with higher incidence earlier in life than other types of osteoporotic fractures including the hip and hip fractures. اوكي، ال fracture فيرتبرا اكتر فراكشرز حدوثا.
The presence of one vertebral fracture increases the risk of any subsequent vertebral fracture by 5-fold. يعني السيدة اللي عندها vertebral fracture نتوقع ان يحصل لها another vertebral fracture 5 مرات اكتر من اي سيدة ما عندهاش vertebral fracture. And this is what we call the domino effect. ان لما واحدة vertebral بتتكسر بيكر الباقي بيكر. انت عارفين لما بيحط الدومينو كده واقفين ويزق واحدة فالباقي يروح نايم. Of one, I'm sorry, of women who had a recent osteoporotic vertebral fracture, 20% will sustain a new fracture within the next 12 months. شايفين قد ايه الحدوث؟ And since the majority of vertebral fracture don't come into clinical attention, يعني الستات, انتوا عارفين الستات بالذات دايما متعودين على back pain due to several causes. Okay. فلما يبقى عندها vertebral fracture بتؤدي الى back pain عادة she doesn't go to the doctor. اهو من ضمن ال back pains اللي بيبقى عندها. So majority of vertebral fractures do not come into clinical attention. بس بيجوا بال radiographic diagnosis. Okay. بيتشافوا بقى by coincidence بالمرة كده بالصفة by radiographic diagnosis is considered to be the best way to identify and confirm the presence of osteoporotic vertebral fracture in clinical practice. دي كلها facts أنا بقولها. The severity of vertebral fracture may be usually determined from radiographs using the semi-quantitative assessment criteria developed by Janet. إيه Janet ده؟ Janet ده هو اللي شاف ال vertebral fracture وعمل لهم quantification. عمل لهم severity measures يعني. هنشوف بعد ثانية جانت زي عمل لهم measurements ازاي بعد ما نخلص بقية الفاتس. All vertebrae with definite end plate fracture and or 20% or more decrease in height should be reported as fracture to avoid possible ambiguity. يعني ايه السنتنس دي او الparagraph ده؟ يعني لما نشوف احنا كراديولوجيست لما نشوف irregularity في الفرتبرا أو slight diminution of height. The slightness دي 20% decrease في height of one vertebra compared للي فوقها واللي تحتيها. We have to report إن في diminution of height. أنا مفهومة؟ زي ما قلت العين جاي يعمل chest PA and lateral ولقيت في lateral the dorsal vertebra diminuted one or two or whatever, I have to report. في الاكس راي العادية yes. ما احنا بنقول in radiographs yes yes. Early radiographic diagnosis of vertebral fractures followed by appropriate therapy will help prevent the occurrence of subsequent fractures. مش احنا قلنا الدومينو ايفكت لو واحدة مكسورة الباقي هيكر. فلو انا قدرت اقول بدري من الاكس راي ان في diminution في الهايت العيانة هتاخد treatment وهحميها من subsequent fractures. تعالوا نشوف السيمي كوانتيتيف جريدنج بتاعت الفيرتيبرال فراكشر اللي بجاني. ازاي نقول الفراكشر دي سيفير او دي مايلد او دي مودريت؟ اوكي ده على الاكس رايز مش على الدكسا. عمل جريدنج. بصوا الجريدنج بتاعه قال ايه؟ مايلد ومودريت وسيفير. جانت قال ده النورمال فيرتيبرال هايت اهو. اوكي؟ ديمينيوشن في الانتيرير هايت بنسميه وجه. Diminution في middle height بنسميه biconcave. Diminution في posterior height بنسميها crush vertebra أو crush fracture. خلاص؟ طيب لو الديمينيوشن في الهايت ده كان من 20-25% بنسمي ده mild fracture. فهيبقى mild wedging, mild biconcave, mild crush vertebra. اوكي؟ لو moderate fracture يعني ايه moderate؟ لو 25 ربع الفرتبرا ل 40% من الفرتبرا في diminution في الهايت بنسمي ده moderate fracture. ولو اكتر من 40% بنسميها severe fracture. اوكي؟ فعرفنا يعني ايه wedging؟ يعني ايه biconcave؟ يعني ايه crush؟ طيب احنا ده كله كنا في المونيتورينج اوف بون مينرال دنسيتي. قلنا اول حاجه تدايجنوز اوستيوبوروسيس، ثاني حاجه ريسك اوف فراكشر، ثالث حاجه مونيتورينج تريتمنت ريسبونس عشان نقول بتتحسن ولا لا. اتفضلي. اجيب السلايد اللي قبل كده. ده باي بولينج بتقدريها، بتقدري الهايت
بالنسبة للنورم البرتبرة بتاعت نفس العيانة. قلت قد ايه؟ هل دي بقت نص دي مثلا؟ فتبقى اكتر من 40%، تبقى سيفير. اوكي؟ يدوبك يدوبك انت قادرة ملاحظاها، يبقى دي مايل. ملاحظاها تبقى مدرك. اوكي؟ ليه بنعمل تريتمنت ريسبونس؟ التريتمنت ريسبونس عشان اقول للدكتور انت بتدي لها العلاج التمام، العينة بتتحسن، او you have to shift to something else، وعشان العيان برضو يبقى satisfied. طيب زي ما احنا شفنا قبل كده الميجرمنتس بتاع المورن مينرال دنس، شايفين الميجرمنتس يا جماعه 3 ديسيمال بوينتس، فالميجرمنتس قليله قوي. انا هقدر اعرف ازاي؟ يعني مثلا العيانه في سنه، شايفين دي بعد سنه من العلاج، سنه 99 كانت القراءه كده، سنه 2000 القراءه بقت كده. شايفين الفرق يا جماعه؟ ده 0.011 الفرق. هو ده تحسن ولا لا؟ فلازم هناك طريقه ان احنا نعرف بيها التحسن. دلوقتي الاجهزه الحديثه بتقول لك اتحسن بقيمه قد كده. القيمه دي نقدر نعرفها ازاي؟ There should be a significant increase in bone mineral density. السيجنيفيكانت انكريس ده بنحدده 2.5% اور مور في اللامبر سباين، و 3 to 3.5% اور مور في الابر فيمر. حد هيسالني طب ليه ما قسناش في اللور فور ارم؟ وي يوجوالي ميجر في الويت بيرنج، في الحتت اللي فيها ويت بيرنج، هي دي اللي تهمنا اكتر، لان الفراكشر في الحته دي هي اللي هيبقى هتعمل لي مشكله اكتر، لان العينين دول بيبقوا hospitalized، فبيبقى عليهم كوست اكتر، وكل حاجه بتتقاس بالماده يعني، فاهمين؟ ف that's why بنقيس في اللمبر وفي الابر فيمورا الفولو اب. فلو حصل increase ب 2.5% او زياده، بنقول ان this is significant increase in bone mineral density. ساعات القياس بيبقى بالماينس، يبقى العيان بيسوق. Am I understood؟ طب ال 2.5 هنجيبها ازاي؟ هنشوف قراية النهاردة، البون مينرال دنس بتاع النهاردة، نسبتراكت منه البون مينرال دنس بتاع الدور اللي فات، ديفايدد على البون مينرال دنس بتاع اللي فات تايمز 100. احنا ما بنمشي كده، هو الجهاز بيطلعها لك. فوالله لو طلع لك ان ذير از ان انكريس اوف 2.5% او اكتر في اللمبر، يبقى في significant increase. عند الهب بنحتاج زيادة أكتر شوية، من 3 لـ 3.5. Of course. Of course. Follow up. Yes. Well, that's why it's very important إن إحنا نقيس على نفس الجهاز، عشان القراءات، ما إحنا ممكن نعمل كده يجيب لي الريبورت بتاعه وأشوف البون مينرال دنسيتي كان كام ورا. لا، على نفس الجهاز. علشان البرسيجن زي ما قلنا قبل كده. طيب. ايه الفيوتشر ترندز بالنسبه لقياسات البون مينرال دنسيتي؟ بيقول لك ان في كل ماده ما هنلاقي انكريس في النمبر اوف ذا اوستيوبوروتيك فراكشر اوفر ذا نيكست 50 ييرز، وده نتيجه ان في اللايف اكسبكتنسي هيزيد عشان الهيلث كير بيزيد، واز ويل از ان التكنولوجي ادفانسز بالانكريس، فبالتالي هتديتكت اكتر العيانين اللي عندهم ريسك اوف فراكشر. طيب هل هذا يستدعي ان انا اعمل سكريننج فور اوستيوبوروسيس؟ ان اجيب بقى كل السيدات اللي هم قربوا على المينوبوز واقيس واعمل كده، نعمل سورت اوف سكريننج زي ما بنعمل سكريننج فور بريست كانسر؟ الاجابه لا، ان مفيش ذير از نو يونيفرسال ريكويرمنت فور سكريننج. امال انا المفروض اعمل ايه؟ اشوف الهاي ريسك بيشنت كان بي ايدنتيفاي، ايه الهاي ريسك بيشنتس اللي هم اساسنج ذا نمبر اوف ريسك فراكتشرز اند تارجتنج ذوز ويز سكندري كوزز اوف اوستيوبوروسيس. وعليكم. اوكي؟ طيب ايه هما الريسك فاكتورز؟ ادي ده عالم حط كويستشنير فيه 4 ريسك فاكتورز للاوستيوبوروسيس. هيستوري اوف براير فراكتشر، السيده اللي عندها فراكتشر قبل كده، اوستيوبوروتيك فراكتشر يعني، فاميلي هيستوري اوف فراكتشر، كارنت سيجريت سموكينج، ولو بودي ويت. احنا مش قلنا اللو بودي ويت من الحاجات اللي هي ريسك فاكتورز؟ طيب كومينج ده واحد تاني جه حط 16 ريسك فاكتور وزود على اللي قاله ادي ان في
الـ age والـ history of maternal hip fracture و any fracture since the age of 50. حط حاجات كتير قوي اللي هي الـ questionnaire اللي بقول لكم بنحطها لما نيجي نـ measure الـ bone mineral density اللي في الـ osteoporosis measurements يعني. حط حاجات كتير قوي. حط no walking for exercise يعني بيسأل إذا كانت ست تعمل اكسرسايز ولا لا، اذا كانت بتقف على رجليها 4 ساعات في اليوم او اكتر لان دي علامات للاكسرسايز يعني، وبيشوف الست بتقدر تقوم من غير ما تسند على ايدين الكرسي ولا. كل دي اسئله بتقول ان الست دي ما بتعملش اكسرسايز وعندها قابليه ان يحصل لها فراكتشر. اوكي طيب بالنسبه ل what does the future hold to bone mineral density measurements، هل في اجهزه جديده؟ احنا قلنا دكسا از دي توب ماشين فور ميجرنج البون مينرال دنسي. هل في حاجات جديده؟ طبعا with the advances of technology and increase في public awareness اليوز اوف دكسا هيزيد and will continue to do that. وبعدين definitely هيبقى في less costly techniques وهي ابتدت تظهر وموجوده في السوق طبعا، اللي بتلاقوها في الاجزخانات او عند دكاتره النساء اللي هم بيقيسوا الهيل راديوجرامتري اللي هو حاجه كده بتحطي فيها رجلك بالظبط. وفي دلوقتي حاجات فيري ريسنت على الاصابع، دي كلها ما اقدرش تو ايفالويت فيها الريسك اوف فراكشر ولا التريتمنت ريسبونس. اقدر اسسبكت ان العينه مايت بي اوستيوبوروتيك وابعتها بقى تعمل دكسا. فعشان كده بتبقى موجوده في الاجزخانات وعند دكاتره النساء تو سي اف ذا بيشنت از اون ذا فيرج اوف اوستيوبوروسيس اور نوت. اوكي احنا بنتكلم في المانجمنت، ما هي ذس از السورت. مش عايزين نقول كلمه سكريننج لان دي ما فيش دبليو اتش او ما اذعتش ان احنا ممكن نعمل حاجه كده، لكن هي بتبقى السورت اوف. اوكي فدكاتره النساء عاده لما الست تبقى بيري مينوبوزال بيحبوا يعملوها لها، واف شي از اوستيوبوراتيك على الجهاز ده او هايلي اوستيوبينيك يبعتوها بقى للتكس. اوكي يس مظبوط ممكن، وذاتس واي بنقول ان الاجهزه دي ما هياش اكيوريت قوي. احنا المحاضره الثانيه كنا بنتكلم على المانجمنت او اوستيوبوروسيس، وقلنا مانجمنت يعني دايجنوزس اند تريتمنت. اوكي التريتمنت هي بس السلايد دي وهنخلص. تريتمنت اوف اوستيوبوروسيس عندنا انتي ريزوربتيف ثيرابي يعني تريتمنت بيمنعوا البون ريزوربشن، وبون ستيميوليتيف ثيرابي تريتمنت بيساعدوا البون تو فورم، ولايف ستايل ادجستمنت. اللايف ستايل طبعا هي الاكسرسايز وريديوس هافي الكول كونسمشن وستوب سموكينج اند فول بروتكشن اند بريفنشن، يمنعوا العينين انهم يقعوا يعني يبقوا ساندين وكده. الانتي ريزوربتيف كانت في فتره من الفترات في التسعينات الاتش ار تي الهرمون ريبليسمنت ثيرابي كان هو توب اون ذا ليست. طبعا دلوقتي بالادفانسز في العلم يعني فضلوا ان ال HRT ما نبقاش نستخدمه anymore for fear of breast cancer. ف that's why طلعوا حاجة بعدي اسمها SERMs، يمكن تسمعوا الترم دول. SERMs يعني Selective Estrogen Receptor Modulators، حاجات زي الاستروجين يعني زي الهرمون على البونز، بتشتغل زي الاستروجين على البون فتساعد على البون تمنع البون resorption، لكن ما تشتغلش على الاستروجين زي الاستروجين لا على البريست ولا على اليوترس، فبالتالي the risk of endometrial carcinoma and breast carcinoma is not there. دول سيرمز. بعدين في كالسيوم and vitamin D analogs، في بيسفوسفونيتس وكالسيتونين. طبعا بيسفوسفونيتس دلوقتي بيستخدموا بشراهة شديدة as anti-resorptive therapy. وفي بقى البون ستيميوليتيف زي الصوديوم فلورايد والانابوليك ستيرويدز واللايف ستايل والنعجة. And that's all. وده طبعا supported measurements اللي احنا قلنا to minimize symptoms. العيان بتوع الاوستيوبوروسيس قلنا ان بيبقى عندهم severe pain، فلازم نديلهم analgesics و anti-inflammatory muscle relaxants back support physical therapy exercise and rehabilitation. اوكي في الاخر بقى as a conclusion the combination of drugs that inhibit bone loss with adequate calcium and vitamin intake, exercise and rehabilitation, كل ده هيدكريز the incidence of new fractures, improve the symptoms and quality of life in patients with osteoporosis. And thank you very much.